ينضم إلينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل. محمد، ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحجيم الحشد الشعبي؟ نعم أحمد، أولى الخطوات كانت هي إعلان الحكومة بشكل صريح وواضح بأن أي قيادة خارج إطار الدولة تعتبر قيادة غير رسمية وهي معرضة للمساءلة، وبالتالي أيضا أصدرت بيان آخر قالت بأن على جميع القوات الأمنية ومنها فصائل الحشد الشعبي أن تلتزم بموقف الحكومة الذي يسعى إلى الهدنة والتفاوض قبل اتخاذ أي قرار، وبالتالي هي قرارات بدت يعني ربما غير مرضية لبعض قيادات الحشد الشعبي، إضافة إلى ذلك هو نقل الأعتدة والأسلحة، مخازن الأعتدة والأسلحة من المدن وأطراف المدن إلى خارج المدن العراقية ووضعها تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية وتحديدا تحت سيطرة. محمد فاضل مراسل الغد كان معنا من بغداد.